السلام عليكم، معكم خلادي كريمة من وجدة. أنا تزوجت مع واحد السيد بالفاتحة، بقيت معه مدة 6 سنين. لقيت عنده غير واحد القهوة واحد الدار، وإيوا كانوا خوتي بغاو يبيعوا الدار تاع الوراثة، باتهالو. اتفقت مع خوتي بانهالو بثمن رخيص، حفرتها على حجرة بسم الله، بنيتهالو. كانت عنده دار قديمة لاصقة مع القهوة، بنيتهالو، درتهالو مخبازة، شريت له فيرما في قنفودة، كلشي كنديرو له في سميتو حيت كان عطيني الوكالة العامة. انا خدمت معاه بالنية وهو كان يخدم معايا تحرميات. من طلبت منه الزوجية سد عليا البيبان تاع الدار وسد عليا القهوة، وقال لي هالمخزن الا عطاك شي حق اجي مرحبا. انا بقيت عام مرمية من دار لدار، انا وليداتي خرجوا لي من القراية، حدهم التاسعة، دالي كل شيء، ذهبي قشي حوايجي كل شيء سد لي عليه حتى من الوراقي. ايوا من جلست عام عاد شكيت به، من شكيت غلبته الحمد لله ابتدائيا في استئناف، ودار نقط الابرام وغلبته. ومن طلبت النفقة عطاوني توبوت الزوجية. كي طلبت حقي في النفقة عيط لي واحد الليلة في 8 ونص، قال لي واش راكي باغية تصالحي؟ قلت له ايه. قال لي غادي نجي نديك نمشيو نهضرو في القهوة. قلت له لا، جي هضرو هنا في الدار، ولادي راهم ولادك وراك ربيتهم ويعرفوك. قال لي لا، نجي نديك القهوة. داني القهوة، عطاني واحد المليون، قال لي حس به. هاد السيد مسكين بغا يحسب شحال تاع الفلوس عنده وانا ما عندي ما نحسب. الله يرحم لك باك. انا بديت كنحسب في داك المليون كنجمعو، وهو كيفركتو هو راه داير لي الكاميرا. المهم قال لي صافي، قولي 10، قولي 10. قلت له لا، ما نقولش 10، انا راه عنده مليون. هو كيفركتو يقول لي عاودي حس به، وانا ما هو راه داير لي ان بياج حتى للدار. قلت لي لا، نشد الطاكسي، انت راه شي حاجه عندك في الراس ماشي هي هذيك. مشيت جا حلف عليا وصلني للدار. الغد ليه عيط لي واحد، كانت عندي الجلسه باش نطلب النفقه. المهم لقيت اللي عيط لي القاضي، جاني التليفون صونا. جاوبت في الاول قبل ما نمشي عند القاضي، قلت له شكون سيدي؟ قال لي هذا الضابط جمال من الاولى، رقعت ملوكه، خصك تجي دابا ضروري ضروري تجي دابا. قلت له واخا عطيني شويه تاع الوقت حتى العشيه ولا حتى الغدا. قال لي لا، ضروري تجي دابا. المهم مشيت وقفت انا عند القاضي، وهو القاضي وقف المحامي ديالو، قال له صافي ديروا النقد والابرام. تما فاش داروا النقد والابرام صافي، مشيت عند البوليس، قال لي راكي عطاك 10 المليون وراكي خصك تعطيه التنازل على جميع الشكايات. كنت شاكيه به بلا جيرونس وشاكيه به بالنفقة. كنت مسيره ديالو في المقهى، مسيره ديال الاعمال ديالو كامله، بنيت له الفيرما، كنمشي حتى القنفوده، بنيت له المخبزه تسمى في جنبي. ايوا انا كنت نتمشى معاه بالنيه، وكانت عنده تحرميات. معليش ربي كبير سبحانه. والان كنطلب من المسؤولين تاع المحكمه باش يوقفوا معايا ويعطوني حقي. هادشي بزاف من 2008 حتى 2019 انا ما قدرتش. دابا كنت انا بصحيحه، كنت بحال العوده، كنتمشى. دابا مشى لي لا صغر ولا جمال ولا صحه، وليت عوجه من يدي ومرجلي. ودوك المشكل انني تماديا ما بقاش عندي باش نوقف، شوف خاص ما كنلقاش باش نشري الفطور ديال الصباح، ما لقاش. والحمد لله هاد المرض شدني في 2013 ملي كنت انا والراجل في المحكمه ديال الاستئناف. قالوا لي باللي سميتو لا بولياتري، وكيجيب الاعصاب. يعني كنت كنتعصب بزاف. واحد الليله نعس صباح نطلقت يدي عوجه ورجلي عوجه. من مشيت للطبيب دار التحاليل، قال لي سميتها لا بولياتري، وعطاني واحد الدواء كيكون ما كاينش في المغرب. لقيت صعوبات في الاول باش يجيبوه لي، حتى لقيت شي ناس والحمد لله خطره كيصيفطوا لي. بعض المرات من دوك الناس الله يحسن العون كينساو ويسهاو، سبحان اللي ما يسهاو لا ينام. كنبقى تسال 3 شهور 4 شهور بلا دواء. ما عنديش ماشين رافي ولا يديا واش باش نصب حوايجي وحوايج ولدي. انا صافي ما قديتش، قنت براسي بزاف،
وكنتسنى كل عام نقول هذا العام ان شاء الله ربي غادي يجيب شي انسان ربي يسخر لي فيه شي محسن اللي غادي يوقف معايا ونوصل داك الشيء اللي حتى انا نعيش عاديه بحالي بحال عباد الله. واللي راني باغيه تدرك اكثر هو انني يديا ان شاء الله يتسجدوا لي ورجليا نوقف عليهم ونبقى نتمشى. بغيت غير نخرج نشوف رحمه الله، ما كنقدرش نتمشى، رجلين عواجو اليدين عواجو، ما كنقدرش نصاوب الفولار ديالي، ما كنقدرش نمشي شعري. شعري كان عندي السالف حتى لهنايا، دابا راه هنا حيدته. علاش؟ ما عنديش اليدين اللي مشطوه وما كيوصلش يدي حدا هنا. بعض المرات كنبقى ننتظر بحال شي صبي صغير كيتسنى شي واحد يجيب له الحلوة، كنتسنى نقول شكون غادي يدق ويجيب لي شي حاجة للدار، ما يكون عندي والو، ونطلب الله يجيب الفرج من عنده والناس تشوف من الحالة ديالنا. وداك الوليد تاعي الله يسهل عليه تا هو بشي خدمة ان شاء الله، الله يجيب له شي خدمة لي من المحسنين باش يساعدوني ويشوفوا من الحالة ديالي، والله يجازيهم بخير. ونطلب الله ان شاء الله يجازي كل هاد الناس هادو اللي وقفوا معانا واللي سمعونا يطول عمرهم، والهلا يعدم لهم الصحة. أنا راه تعدمت صحتي وراني كنحس بلي ما عندوش الصحة.